اخوك تتوحشوا اليوم؟ كل يوم اخويا، كل يوم نحلم به يوميا. ساعات نقول ماكسيمو اللي باش يموت يحلم بواحد مات، فهمت؟ تلمو كل يوم راهو كل يوم، خاطر قعدت لي قهره في قلبي، خاطر تونس بعت، تونس بعت اخويا. مش خنوضحوا للناس اللي يسمعوا فينا موضوع هو حساس شويه، حساس يمكن حساس. اخوك مشى لسوريا وتوفى غادي، توفى غادي، مشى ورجع وعاودوا لزتوا الدوله. عاش قلت لك انا الدوله قهرتنا اخويا، مشى ورجع، وقت اللي رجع ولاو يطالبوا يدزوا فيه باش يعاود يرجع غاديك. في المرتين في بالك بلي هو باش يمشي؟ لا، المره الاولى انا في سوسه وقت نخدم، المره الثانيه معناتها ربي يعلم كيفاش روحنا به من غادي ساعه، وقداش استغلونا ونقولها محامين تاع ارهاب، قداش خذوا فلوس فهمتني، وقداش استغلوا العباد، مش كان خويا الاف، قداش عملوا فلوس اللي كان ب 205 ولا حاوس بالهامر فهمتني. حسيت المرة الأولى معناتها أخويا أنا في سوسة مشي، المرة الثانية جبناه، المرة الثانية ولات مشاكل اللي ولينا كي مشي فرحنا، نحن كي مشي فرحنا، خاطر ولات معناتها تصور أنت أمي مرة كبيرة يصدم علينا فرقة الإرهاب في الليل، يدز عليها الباب من أم واحدة جبدها لها فرد على راسها، معناتها حط لها الفرد في راسها في باله، معناتها من الشرطة، معناتها هذو معناتها تحس فما قهرة تو مقهورا على أخويا. علاش أنا تلقاني ننشط مع الجمعيات الكل، ما أي حاجة فيها إرهاب، يوسف يوسف، أي جمعية تنشط ضد الإرهاب ولا أي حاجة فيها إرهاب ولا أي حاجة نمشي راني ديريكت، معناتها ما نحسبهاش فهمتني، على خاطر بالحق تونس قاعدة تبيع في ولادها. بصراحة خممت في يوم الأيام تعمل كيوسف تمشي لسوريا؟ اي ليه خممت ما بلحظه ضعف، معناتها تقول واحد والله طول نمشي انا حطينا، فهمت؟ خاطر ساعات تحس كاينو بالحق. علاش قلت لك كوستا مش مظلوم، محقور، خاطر انا كي نتكلم يعني وصلت راني في بلاتوات، معناتها البلاتوات الاجنبيه خاصه في تونس كيما قلت لك شكون كوستا هذا، لك بلاتوات الاجنبيه خاطر يجيوني مش خاطر كوستا قوي ولا كوستا، خاطر هم يخافوا على صغارهم فهمتني، غاديكا في الاوروب وفي اليابان وفي المانيا وفي امريكا يخافوا على صغارهم يجيوا يشوفوا، فهمت؟ كي تبدا تحكي مع انت مع سياسي ولا تحكي مع واحد يحقرك فهمتني، معناتها العباد اللي مشيت منهم اللي منهم خويا عباد محكورين اللي هما اصلا شفت ثروه كيما الثروات المنهوبه في تونس، كيما البترول كيما الملح كيما الفوسفات، الشباب زاد راهو ثروه، راه شكون جبناها البلاد. واضح، شكرا لك كوستا.